في تجربه مفيده ومباراه من جانب واحد، الاهلي يفوز على فريق قوات الدفاع الجوي بخماسيه نظيفه. احرز الاهداف زياد طارق في الدقيقه 3، كريم فؤاد في الدقيقه 13، حسام حسن في الدقيقه 31 والدقيقه 50، واخيرا محمد اشرف في الدقيقه 89. ادي الهدف الاول لزياد طارق، الهدف الثاني من عرضيه لمحمود وحيد ورأسيه لكريم فؤاد، الهدف الثالث رأسيه رائعه من حسام حسن، ثم الهدف الرابع ايضا حسام حسن، وقف الكره دي كويس قوي قوي وباص، طبعا كان في اريحيه ولكن هو عمل اللي عليه، واخيرا الهدف الخامس لمحمد اشرف. وعلى فكره محمد اشرف لعيب صاعد واعد من ايام كاس الرابطه واحنا بنشيد بيه، كنا متوقعين ان هو ياخد الفرصه، ولكن لضيق الوقت والضغوط اللي كانت موجوده ساعتها على النادي الاهلي في اكتر من بطوله يمكن اتاخر الدفع بيه شويه، ولكن انا متاكد ان الفتره اللي جايه هتشهد وجود بعض العناصر اللي هي المميزه في قطاع الناشئين وشباب النادي الاهلي. كابتن ماهر، تجربه مفيده. بالظبط يا ايمن، زي ما قلت هي المباريات الحبيه او المباريات التجريبيه بيبقى فيها يعني انواع كثيره جدا من الاستفاده. النهارده من ضمن الاستفادات اللي طبعا عشان نطمن رقم واحد نطمن على المباراتين اللي جايين، نمره اثنين حته احراز الاهداف النهارده وظهور بعض اللعيبه الهدافين بالذات على المرمى، كان في توفيق بشكل كبير جدا. الجمل التكتيكيه معظمها كانت من الاطراف، شفنا كورسات العرضيه، شفنا تصويبات، شفنا العاب الهواء، ضرب كره بالراس. اشتراك اللاعبين الناشئين وزي ما قلنا بيبقى مهم جدا انك انت تختار التوقيت المناسب لاشراك الناشئ. النهارده يعني كابتن سامي قمصان بدا باثنين لعيبه، احمد نبيل كوكا وزياد طارق، ثم الشوط الثاني بدا يدفع باللاعبين الاخرين. مظبوط. وقلنا ايمن ان رقم واحد ان اللعيبه ديت عايزه الناشئين بالذات هيلعبوا في وسط لعيبه عندها خبره. مزبوط. عشان يقدروا يبقى احسن نوع من التوازن ونوع من الثقه المتبادله بين الخبره وبين الدم الجديد. ايوه. الاهداف كمان النهارده وجود تسجيل الاهداف ادى ثقه طبعا للاعبين ان هم يقدروا يأدوا بشكل جيد. شفنا طبعا الشوط الثاني اشراك اللاعبين الاخرين ومنهم طبعا وزي ما انت ذكرت كده ان في عندك محمد خليفه نصير واحمد سيد ومحمد فخري ومحمد اشرف، وشفنا محمد اشرف اللي انت بمتابعتك يا ايمن في خلال المباراه الحبيه او الرابطه كاس الرابطه ظهر محمد اشرف بصراحه من ضمن العناصر المميزه، خصوصا ان محمد اشرف ابننا بيلعب في المنتخب الاولمبي اللي هو بيمثل مصر في سن 2001، ودي من ضمن الحاجات اللي مستر موسيماني كمان بدا يحط رؤيته الفنيه من خلالها. انك انت لو انت محتاج مكان في الباك رايت فانت عندك ولدين مميزين، عندك شريف اللي موجود مع سموحه وده ابن من ابنائنا، ومحمد اشرف اللي موجود على قوه الفريق، ودول عنصرين انا شايف الفتره الجايه هيبقوا عنصرين مهمين جدا في تكوين الفريق او وجودهم مع الفريق الاول. طب مجرد سؤال يا كابتن، التوقيت المناسب للدفع بهؤلاء الناشئين زي ما قلنا يعني منها المباريات ديت يا ايمن اللي هي مباراه ما فيهاش تحت ضغط، ما فيهاش ستريس. لا ماشي، لا بس جينا دخلنا على مرحله الدوري والضغوط والمباريات المتتاليه، يبقى التوقيت ان انا اشرك الناشئ فيه اولا رقم واحد يبقى فيه ثبات في التشكيل، رقم اتنين تبقى انت كسبان بهدف وبهدفين عشان يبقى فيه ثقه للولد يقدر ينزل. ما اقدرش انا انزل ناشئ والدنيا وانا متعادل، او انزل ناشئ وانا خسران، فطبعا هتبقى مسؤوليه. ممكن انزل ناشئ من بدايه المباراه؟ ممكن ابدا بناشئ، يعني حتى مباراه القمه تملي الاهلي والزمالك كانت تقول لك النهارده بالظبط هتصنع نجوم، فتلاقي مثلا مره شريف عبد المنعم ظهر لنا، اسامه عرابي، حشيش، يعني كمال كانت مباراه القمه بتظهر لنا مواهب كبيره جدا من قطاعات الناشئين. مظبوط. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتدي ثقه للاعب، لكن اكتر ثقه يا ايمن ان يبقى موجود خبرات موجوده تقدر تحط اللاعب تكلمه خد بالك ابدا السهل الاول،
النهارده هتبقى انت افضل لعيب موجود، لان انا التجربه دي يا ايمن عشتها مع كباتن النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي ومصطفى يونس لما بدات حياتي. لما طلعت عليهم هم اللي ادوني الثقه دي. يعني اول مباراه ليا كانت ميونخ جلادباخ سنه 76، الكابتن حسن حمدي قال لي يا مان النهارده انت هتبقى نجم المباراه. ابقى نجم المباراه ازاي وفي 130 الف متفرج اهلاوي بيتفرجوا، اللي يعرفوني منهم حوالي 200 300 واحد. ايوه، فلكن خبره اللعيبه بقى والنجوم الكبار ازاي بيدولك الثقه ديت وازاي يدفعوا بيك. وبعدين كمان ايمن بلغه الكوره بيتمرمطوا، واخد بالك، عشان ما يحسسكش باي قصور، بيدافعوا بشكل كبير جدا وبيحاولوا ان هم اخطائك تقل، وبتفضل اول ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه، بعد كده تلاقي نفسك الامور مشيت بالنسبه لك سهله جدا يعني. صحيح. طيب كابتن شريف، هي المباراه من جانب واحد ولكن اكيد ليها ايجابيات. طبعا كل الايجابيات بتصب كلها مش في مصلحه الجهاز الفني والفريق بس. اللعيبه نفسها، اللعيبه اللي شاركت. كنت بتكلم مع ماهر في تطعيم الفريق الاول بالناشئين. النهارده من اول المباراه كان زياد طارق. ايوه، وزياد طارق اللي حقق لك الهدف الاولاني. اشتراك كريم فؤاد ورغبته ان هو يثبت يبقى له جود. ايوه، اذا كان الجول اللي جابه اهو راح المنطقه دي وكان وحاول وكره ساعدته ودخل الجول. حسام حسن جاب هدفين النهارده وجاله بتاع 6-7 فرص، مش هيشوف نفسه النهارده وشاف نفسه النهارده ازاي يتعامل. يعني حصل له عمليه رجوع. حسام حسن عنده مقاومات راس الحرب، بقول لك 6 اشهر. ايوه، مباراه النهارده دي خلصته من حاجات كتير قوي، اعباء وضغوط، اعباء وضغوط واداء ووقفه في الملعب ازاي وازاي يستلم. المباراه اللي احنا شايفينها ان هي ما فيهاش نديه، انما تدي له ثقه، انما اللي بيلعب فيرود دايما انت عارف تبقى تحت ضغط على طول. مظبوط، ان سهل على المدافع انه يراقب، سهل على المدافع انه يخش عليك بسرعه. انه ف ناس كتير قوي النهارده هتستفيد من التجربه دي، بس في ناس كمان لازم التجارب دي تاخدها بجديه زياده عن اللزوم. لعيبه قصدك؟ يعني مش مساله ان انا بلعب مباراه زي دي في عيد الدفاع الجوي وتمثيل مشرف يعني، لا. خليني اسالك سؤال تاني بصراحه يعني. هل ممكن لعيب يكون فكره كده يعني يقول لك ما انا مهما برضو يعني تالقت او مهما اجت مش هيتم الاستعانه بيا الفتره اللي جايه؟ ممكن يكون ده في فكر بعض اللعيبه؟ لا، انت في مرحله دلوقتي كمان داخل على ميركاتو جديد. يعني داخل على نظره جديده. ايوه، ويجوز يحصل فيها تغييرات شامله في كل حاجه. ايوه، الفتره الجايه دي فمش هيقعد الا اللاعب. ايوه، مش هيبقى موجود والتقييم الا للاعب. صحيح، وفي لعيبه كتير قوي من قطاع الناشئين. المار قال لك في المنتخبات اللي هي 2001. ايوه، وفي في 2003 و2005 في لعيبه كتير قوي مرشحه. ايوه صح، ان هم يبقوا موجودين وعندهم الرغبه ان هم يبقوا موجودين. أيوة. يعني انا وحشيش بنروح ساعات نراقب مباريات هناك. عمر سيد معوض مثلا ده لعيب بروميسنج واعد جدا. في شويه حاجات كده بتتقال له وتعليمات بتتقال له، انما هيبقى من اللعيبه اللي انت باذن الله هتشوفها هتفخر بيهم. ايوه صحيح. محمد اشرف زي ما انتم كنا بنتكلم عنه من فتره كبيره. مظبوط. دخول اللعيبه دي لما لعبت المباريات ولعبوا اساسي وادوا قدام الاسماعيلي وادوا قدام المحله على ما اعتقد امبي وعملوا مباريات كبيره جدا. ايوه، واعتمدوا على بعض وادوا لنا كوره قريبه قوي لمستوى افضل. انك انت في اي وقت تقدر تستعين منهم باي حد. صحيح. وفي لعيبه بيقابلوني من الناشئين زعلانين ان هم يعني متاخرين ان هم يخشوا جوه التيم، عندهم الرغبه مستعدين يعني في حاله ترقب. أيوة، بينهم وبين نفسهم مستنيين فرصه، مش عايزين ما يتمرنوش كل يوم. أيوة، خلاص بقوا دخلوا في الشكل الاحترافي. أيوة، حسوا بقيمه الدرجه الاولى شكلها ايه. وفي لعيبه انت هتحس النادي الاهلي زي ما عمل مع احمد عبد القادر وعمل مع لعيبه كتير قوي، محمد عبد المنعم، هتطلع اعارات وهتبقى فايده ليهم كبيره قوي. هيلعبوا بقى في انديه وهيلعبوا ويرجعوا لك تاني.
ودي بتبقى بمثابه شكل احترافي جديد للولاد اللي هم في سنه الصغير ده، لو اللجنه او النادي او المدرب شاف ان اللعيبه دي في السنه دي اللي احنا جاي داخلين عليها احسن لها ان هي تكون في مكان تاني وتلعب كوره وتحتك وتاخد خبرات اكتر. التجارب اللي زي دي انا ببقى سعيد بيها ايام ما كنت بلعب، لما ببقى راجع من اصابه بتخليني ابقى عارف انا حتى مدى اصابتي شكلها عامله ازاي، انا خفيت ولا ما خفتش، انا بيضغط عليا هنا في الماتشات الحبيه اكتر من الماتشات الرسميه. ايوه، لان الماتش الرسمي المستوى الاول كله بيبقى بيلعب جنبي، مظبوط، مش في تطعيم من الناشئين او في في في. ف انا بالنسبه لي المباريات دي انا بحبها جدا، بتدي ثقه للعيبه كلها، بترجعهم فيما مضى. انما انا عايز اقول لكم على حاجه، واحنا لعيبه كلنا عارفين مهما اللعيب اتاخر او ما لعبش او بعد عني انما يقدر يرجع في ماتش. وهديك مثال، مثلا صلاح محسن، صلاح محسن ده مصاب على طول وبيتاخر على طول ودخوله في المباريات قليل جدا، ويجي يلعب السنه اللي فاتت مباراه زي بتاعه سان داونز، ايوه كويس، ويعمل لك الفارق بهدف، ينزل بخبرته بادائه يروح جايب جول، ماتش الزمالك يروح برده جايب جول، ودي ماتشات مهمه جدا. ف دخول اللاعبين نفسهم في المباريات بتحسسهم دايما ان هم انت كجهاز فني قريبين منك، مظبوط، عندهم كوره، عندهم خبره، الحاجات دي بترجع الثقه جامد جدا. ايوه، فاللعيب ممكن يرجع لي اكنه بقاله سنه وبيلعب كويس قوي بهدف جابه مهم جدا، تنسى كل ان هو بقاله بتاع ست اشهر مش معايا، مش موجود. فاللعيب في كل ماتش بيلعبه حتى لو حبي، النهارده مضى، النهارده موجود عندي، الناس اتفرجت عليه، هتقدر تقيم وتتكلم عنه وتقدر تقول يخش ولا ما يخشش بعد كده، هو مع نفسه هيقدر يحدد اسلوب التمرين اللي جاي بالنسبه له والتزويد شكله ايه. فرحان انا النهارده حسام حسن، صحيح، جايب جونين، لا هتلاقيني بيني وبين نفسي بكتف نفسي، بدوس اكتر، بخش بدي فرصه للناس انها تشوفني اكتر، صحيح، مع محمد شريف وبرستاو، يعني بيبقى في روح المنافسه، انت كسبان في الاخر كنادي، مظبوط، والفرقه هي كلها هي اللعيبه كلها كسبانين صحيح. بعض بنتمنى كل اللعيبه، عشان كده قلت لك النهارده ايه ما يطلعش حد مصاب خالص، صحيح، ده اهم حاجه. فجود لك النهارده المباراه انا اتفرجت عليها وعجبتني، وبالنسبه للدخول بقى وخروج الفرقه ده اللي احنا محتاجينه في الفتره دي، صحيح، احنا داخلين على فتره مهمه جدا محليه ومواجهه بقى اول تصفيات افريقيا باذن الله. تجربه مفيده، وكعاده النادي الاهلي دايما بيشارك في الاحتفالات القوميه، والمباراه النهارده كانت بمناسبه احتفالات قوات الدفاع الجوي بالعيد رقم 52، وشرفت المباراه بحضور اللواء اركان حرب هاني رشاد علي رئيس اركان قوات الدفاع الجوي، وبحضور الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه الاسبق ونائب رئيس النادي الاهلي. هنروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن حشيش، ايه رايك في تجربه النهارده؟ يعني هي التجربه كده بالبلدي زي ما بنتكلم في عرف الكوره، تمرينه كويسه. يعني تمرينه كويسه، خدت شبه الرسمي، وجود طبعا حكام دوليين بيحكموا المباراه. تاني حاجه برضو بنشكر قناه الاهلي انها ذاعت، عشان برضو بتدي يعني اهميه حتى من جانب اللعيبه انه الناس بتتفرج عليهم وشايفاهم وكده، غير طبعا التمرين ولا الماتشات الثانيه حدش يتفرج، دي بتدي برضو اللعيب لما يحس ان المباراه متذاعه والناس هتتفرج عليه وكده بيبقى نوع من الاهتمام اكتر. نتمنى يعني كمان اذاعه مباراه النادي الاهلي ان شاء الله على قناه النادي الاهلي، يا ريت ان شاء الله باذن الله. دي يعني هتفرق جدا جدا مع القناه، وان شاء الله باذن الله ربنا باذن الله. الكويس فيها كمان ان انت تم تجربه كل الاحتياطي نزلوا في الشوط الثاني ما عدا حمزه علاء. حمزه علاء طبعا لانها كده كان جولين، صعب انه ينزل، يعني مش هينزل ياخد ربع ساعه بقى. احمد سيد عبد النبي لعب كله؟ لا كله، لا كله اشترك الحقيقه يعني. فدي برضو بتدي احساس للناس كلها انها برضو اشتركت ولعبت. بس دي هل دي تدي احساس او استنى هل تدي احساس للعيبه اللي شاركت النهارده انها ممكن تاخد الفرصه الفتره اللي جايه؟ بص يا كابتن ايمن، هو المفروض كده انك يعني الناس اللي حاسه كمان، لان كل واحد بيبقى حاسس نفسه لعب كويس ولا لا وادى كويس ولا لا. الناس اللي ادت كويس، ومثلا على سبيل المثال حسام حسن جاب جونين ورجع، تحركات كويسه كان خطر على الجول، مظبوط، وطبعا راس الحربه يبقى هو راس ماله او حياته الأهداف. في الاهداف مظبوط.
بتحمل عبء على الجهاز الفني والمدرب، لان اللعيب لما يحس ان هو لعب ماتش ودي وجاب هدفين وكان كويس واجي الماتش اللي بعده ابقى بره خالص او اقعد ما اخدش برده مشكله. فيعني انا نصيحه طبعا للاجهزه الفنيه او الجهاز الفني ان واحد زي حسام ده ليه ما ابداش بيه المباراه اللي جايه؟ ايه المشكله يعني ان انا ابدا بيه استغل بدايه الفوقان ده ان هو يعني ممكن اكسبه في المباراه القادمه ان انا مثلا يحرز لي هدف ولا حاجه او يكسبني الماتش الجاي ابتدي استمر بقى في اللعب يعني. كذلك برضو دور كبير بالنسبه للجهاز. طب خليني اكلمك برضو بصراحه اكتر بس بصفه عامه ما اتكلمش على حاله معينه. ماشي. طيب هل ممكن القناعات عند مدير فني تتغير من المباريات الوديه بخصوص اللعيبه؟ تمام على حسب برضو هو ايه ظروفه وعلى حسب اقتناعه باللعيب ده من الاساس. ما في مديرين فنيين بيبقى خلاص خد فكره عن اللعيب ده مهما بديله مهما بالظبط مثلا مع لعيب معين يعني. أي. انما المفروض ان انا عامل المباريات دي عشان اشوف مستوى اللعيبه، فاللي يتالق منهم بالتالي لازم المفروض ياخد فرصه عشان يكسب اللعيب ده، لان انا لو قربت وحسيت ان انا قربت ولقيت الجهاز الفني بتاعي بعدني تاني خالص لا يبقى انا مش في دماغهم، يبقى انا بعيد. ولو انت عارف اللعيبه بتقعد تكلم نفسها وتتكلم مع بعض يعني انا نزلت وجبت اهداف، ما بيفكرش نفس تفكير المدرب ان ده الماتش حساس وماتش مضغوط، ولا اللعيب بيبقى اناني، اللعيب عايز يلعب دايماً يعني الناس. صحيح. فهو لازم يستغل اي حد يقدم مستوى كويس النهارده، لو ما بداش بيه على الاقل لازم يبقى في السكور يلعبه الماتش اللي جاي بالتحديد على طول يعني. واعتقد ان الظروف مواتيه زي ما بقول لك ان انت الماتش اللي جاي على طول بتتكلم على الماتشين اللي جايين يوم بالظبط كده المجموعه دي بالظبط كده لازم ادي بقى اللعيبه وممكن يعني اوسع نطاق اللعيبه اللي عندي بدل ما انا حصر نفسي في بعض اللعيبه او مجموعه معينه معظمهم مجهد لا طب ما ادي بقى للناس بالظبط يعني في ناس منهم مجهده وفي ناس نفسيا تعبانه وفي عشان ما راحتش منتخب وفي ناس مشكله برضه عشان خساره النهائي الافريقي وكذا وكذا استغل بقى الناس دي اللي عايزه تعمل وعايزه تعمل تاريخ لنفسها وعايزه تاخد بطوله تشترك لان انت لما بتاخد بطوله مع فرقه وانت اشتركت معاها فعلي في المباراه غير ما تبقى انت موجود وبس مظبوط فان شاء الله باذن الله يا ريت يتعمل الكلام ده والناس تبتدي يعني تاخد فرصها يعني باذن الله رب العالمين. كابتن مسامه مين لفت نظرك في التجربه النهارده؟ انا عجبني احمد نبيل كوكا من ساعه ماتش انبي هو النهارده يعني الماتش سهل بالنسبه لمعظم لعيبه النادي الاهلي مش هيبقى في حكم نهائي على حد من مباراه يعني بالمستوى ده بس بسبب ان انت كنت عضو من اعضاء الجهاز الفني في النادي الاهلي فتره طويله كنت مثلا بتعملوا مباريات وديه انك للوقوف على مثلا مستوى لعيب معين او 2-3 لعيبه مظبوط هل المباراه دي تديك انطباع جيد عن حالته الفنيه؟ يعني مش هتديني انطباع 100% هتديني يعني اطمئنان للحاله مثلا شويه الواحد بيجري كتير الحاله البدنيه ثقه ترجع لواحد زي حسام حسن جاب جونين النهارده رغم طبعا يعني سهوله فريق الدفاع الجوي تديله ثقه انه يجيب جونين بشوف حاجات بدنيه مثلا واحد بعيد شويه كميه جريه قد ايه مؤثره في ماتش تقيل شويه تحركات ممكن انت سالت كابتن شريف حاجه بتقول له ان في لعيبه ممكن تلعب مباراه وتقول لك ايه انا كده كده مش في البال ده يبقى هاوي مش محترف ده مش لعيب محترف انا عشان ابقى لعيب محترف وما شاء الله باخد الملايين ديت وليا تقييم الدنيا مفتوحه جدا دلوقتي في كل حته في مصر وبره مصر يعني ماتش زي ده ناشئين ولا بتقصد من المحترفين لا بصفه عامه انا بتكلم بصفه عامه يعني ماتش زي ده متذاع النهارده مش بس ممكن تكون جماهير للنادي الاهلي بتتفرج عليه ده ممكن ناس حتى في دول خارجيه عربيه ولا يعني انا اقصد ان اللعيب اللي بيفكر هذا التفكير ان انا مهما اعمل كده كده مش هلعب اصل المدير الفني مش هيلعبني مهما عملت ده يبقى ساذج وعنده قصور في تفكيره لان كلنا يمكن او معظمنا اشتغل طبعا كلاعب كره الاول كلنا ثم في ناس اشتغلت في التدريب او في الاداره او ممكن جدا مباراه ضعيفه جدا
تديك انطباع جيد على لعيب انت ما كنتش عامل حسابه قوي، او على الاقل بيقرب ذهنك منه، يعني بيخليك كمدرب تفكر فيه، لا ده ليه ما ادلوش فرصه صحيح. مهما كانت ضعف الفرقه اللي انت بتلعبها يعني صحيح. ف اللعيب لازم تملي يفكر بتفكير محترف. ولذلك انت لعيبه النادي الاهلي عندهم فرصه ذهبيه في ماتش المصري للسلوم وويسترن كامباني، وجالهم فرص قبل كده في مجموعه اللي هي مقيده في الفريق الاول وما بتلعبش كتير، زي مثلا محمود وحيد، زي محمد محمود، زي صلاح محسن، زي حسام حسن، وفي مجموعه اللي هم الصغيرين زي نبيل كوكا وزياد طارق والنصير وفخري والمجموعه دي. المجموعه الاولانيه اللي هي مقيده وما بتلعبش كتير مش هيجي لهم فرصه احسن من دي صحيح. ان انا اقول ان انا استحق ارتدي التيشيرت الاحمر، وان انا ابقى اقدر ابقى اساسي في الفرقه، او على الاقل لعيب مؤثر من ضمن 14 15 لعيب المدير الفني بيعتمد عليهم. لكن ان انا هشتغل شغل موظفين، العب ماتش ودي زي ما العبش، زي ما بتمرن، زي ما رحت التمرين، زي ما جيتش وقعد بالسنه والسنتين والثلاثه ماليش اي تاثير، ده لا، انا وجهه نظري ليس له وجود في النادي الاهلي. اللعيب اللي بيفكر هذا التفكير او هو كده ما بقاش مفروض يبقى موجود في النادي الاهلي. المجموعه الثانيه بقى اللي هم الصغيرين زي نبيل كوكا وزياد طارق والمجموعه دي، يعني احنا شفناهم في ماتش انبي، انا كان عاجبني جدا احمد نبيل كوكا انه لعب بثقه في ماتش فرقه كويسه زي انبي وادى بشكل كويس. زياد طارق نزل في اخر شويه برضو ادى بشكل كويس، وفي مجموعه شفنا قبل كده نصير مثلا في الماتشات اللي هي بتاعه الرابطه مغربي، يعني مغربي يمكن مشي، لكن انا بتكلم على نصير مثلا لعب، وفخري في لعيبه واعده وعندهم فرصه عمرهم زي ما قلت جايه لهم على صحيح. طبق من فضه اللي هو صحيح. ماتش المصري بالسلوم وستر كامباني. فانا يعني طبعا في ناس النهارده شكلها احسن، ولكن المباريات الجايه لانها رسميه هتثبت هذا الكلام او لا. لكن انا اتكلمت على احمد نبيل كوكا على اساس انه لعب ماتش انبي وكان كويس صحيح. يعني انت عارف يا اسامه، معلش تعليق سريع ايمن على الحته كده. دي انت عارف هي مرتبطه بايه يا ايمن كمان أي. مرتبطه بالمراكز، بمعنى في مراكز في الملعب فوق ممكن تقدر تغير فيها لانها فيها شورت أي. زي مزبوط. مثلا الباك ليفت انت عندك علي معلول ومحمود وحيد، انت فاهم ازاي؟ محمود وحيد خد بعض الاوقات ثبت، لازم واحد زي محمد اشرف يا محمد اشرف ده يا جماعه انا عشان متابعه مظبوط، لعيب فيه مقاومات الدرجه الاولى، قوي جدا، جسمه جامد، شويط عنده لياقه بدنيه عاليه مزبوط. ليه ما بتديش ادي خصوصا ان عندك علي معلول انت عايز تقنعني ان علي معلول الست ماتشات اللي جايين دولت هيقدر يلعب 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 يا ايمن؟ طبعا لعامل السن والعامل وجاي من ماتشات دوليه منتخب وجاي من كذا وكذا وكذا مزبوط. فمثلا حته الباك ليفت دي وارد، حته المساكين مزبوط. وارد مزبوط. انما ما تجيش مثلا على حته مثلا نص الملعب الديفندر او المهاجم، فيها ناس كتير وكلهم موجودين. بس والله حشيش والله حشيش ماتش انبي لعب احمد نبيل كوكا في مركز وسط المدافع وكان كويس، زياد لعيب كويس قوي. طب احنا بما اننا بنتكلم بنشيلك استاذنك استاذنك ان اولا كمان الملعب مفتوح يعني هو اللاعب اللي لازم يفرض نفسه ويعرض بضاعته او شخصيته على المدير الفني. سهل عليك، هضرب لك مثل رمضان السيد، فاكر اسامه؟ طبعا شريف رمضان السيد قاعد جايب مصنع 36 جايب مصنع 36 ومنتخب مصر بس يا عيني قاعد مصنع فتره قدامه ترسانه مش لاقي فرصه ترسانة. لكن شوف النحراره وشوف الجديه وشوف مزبوط. حتى الكابتن جوهري اثنى عليه صح. قال يا جماعه رمضان بقاله اكتر من شهر ونص ولا شهرين مزبوط. بيكافح في الصخر مزبوط. انا هديله فرصه مثال. فانت خد بالك ساعات المدرب بيتعاطف مع اللعيب اللي هو مجتهد ما بيتكلمش منضبط و و و وشايفه صح عايز 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 بيفحر الصخر. طب كابتن ماهر، بما اننا بنتكلم على الناشئين واشراك الناشئين والفرص المتاحه ليهم، عايزين نعرف تطوير كره القدم المصريه اكيد بيبدا من تحت بالظبط. هل مسابقات الناشئين المسؤول عنها اتحاد الكوره تفرز لك لعيبه على مستوى عالي؟
بص ايمن، انا هكلمك على تجربه 15 سنه في القطاع ده. اتفضل يا كابتن. يعني انا سبت بقى القطاع الكبير وفكرت دلوقتي لو احنا عايزين نشتغل صح، عايزين نبني صح، انزل القاعده اللي تحت. مظبوط. لان القاعده اللي تحت يا ايمن في خلال 15 سنه اللي انا اشتغلتهم في القطاع ده مع الاسف صعبه جدا، من ملاعب، من تاهيل مدرب، من اصابات، من تغذيه، من عدم وعي، مفيش برامج. طب المواهب يا ماهر؟ نعم. المواهب. المواهب، ندرة المواهب. انا انا هكلمك. انت بيتعرض عليك بتاع 15000 كل سنه. ايوه. احنا مليون بيسمونا 100 مليون وخمسة. ايوه. مش عارفين نطلع فرقه، دي الجمله اللي بتتقال دلوقتي في المحيط الرياضي. مش عارفين نطلع فرقه لمنتخب مصر، خدت بالك؟ نشوف فيها امتاع. المواهب اللي موجوده في مصر ليه قلت خالص؟ بتعدي، هي مواهب موجوده. يعني خد بالك يا شريف، احنا طول عمرنا الحمد لله رب العالمين في كل محافظه، كل نجع وكل كفر في مواهب موجوده. اسلوب الاختبار بتاعك هو اللي ما بتشوفوش فيه. اسلوب الاختبار بتعدي. انا هقول لك على الاختبار وبيبان اللعيب اللي هو، ما احنا عارفين ازاي. العدد كمان يا شريف كبير جدا. طريقه الاختبارات، طريقه الادوات اللي انت بتتكلم عنهم، ان انا اشوفه ازاي. يعني انا مثلا لو جالي حد اختبره، انا اول حاجه تسليم وتسلم كويس، وبعد ما بيباصوا لبعض واشوف بيلعب بول كنترول ازاي، بقول له روح شوف شوط لي بينالتي كده، اشوف حساسيته ازاي. بالظبط. احنا ما بيعملش كده. لا دلوقتي بدا دلوقتي يا شريف البرايفت حاجه. عايز اقول لك بتخش برايفت حاجه بالنسبه للعامه. اللعيبه دي اختبارات المقاييس دلوقتي بقت موجوده. شريف دلوقتي خد بالك، في النادي الاهلي بيبقى في اختبارات موجوده زي ما انت قلت، في عنصر السرعه، عنصر التصويب، عنصر المهاره، الحاجات دي موجوده. بيشوف الحاجات، البول كنترول، واخد بالك، التسليم والتسلم، كل الحاجات دي بتبان اللعيب من اولها. يعني صحيح. عايز اقول لك حاجه كمان يا ايمن، لازم نرتقي باللاعبين زي ما الشريف قال في الاختبارات. ارتقي، يبقى في لجنه فنيه على اعلى مستوى بتختار العناصر الموهوبه بالشكل ده، وبتبدا تختار. النادي الاهلي بيعمل حاجات جميله جدا، بينجحوا اختبار وجيه اختبار تاني، اختبار ثالث، وبعدين اختبار رابع، بيضغطوا بقى مع اللاعب الاساسي اللي عنده. مظبوط. لو تفوق عليه هياخده. صحيح. وهيمشي حد من اللعيبه اللي موجودين عنده. في حاجات ثانيه كمان يا ايمن مهمه قوي، وضع البرامج. مظبوط. وضع البرامج العلميه للبراعم والناشئين. احنا مع الاسف عشان المدرب مش مؤهل، فهو ما عندوش الحته العلميه دي. صحيح. فالحته العلميه دي مهمه جدا. ازاي البراعم دي هتعامل معاها من ناحيه اللياقه، من ناحيه المهاره، من ناحيه التكتيك، ازاي الناشئين نفس الكلام، ازاي اطور من مدربي قطاع الناشئين. ده رقم واحد، ده مهم. مظبوط. احنا مع الاسف كل لما اللعيب يبطل بينزل ايمن يشتغل في قطاع الناشئين. النهارده في اوروبا انا بجيب اسامه عرابي الخبره ال 20 سنه 25 سنه وشغال في قطاع ناشئين، شريف نفس الكلام، حشيش نفس الكلام، عشان يقدر يطلع لي لعيبه موهوبه ولعيبه عندها ثقافه ولعيبه عندها وعي. الحاجه الثانيه كمان ايضا مهم جدا، تحسين النتائج. ايوه كابتن. مهم جدا ان برضك يبقى انت من خلال المشروع اللي انت بتقدمه انك انت جاي تحسن نتائج المنظومه اللي انت بتشتغل عليها. الحاجه الرابعه، ازاي تدعم المنتخبات. لازم يبقى انت كمان عندك اهدافك انك انت تدعم. مزبوط. المنتخبات. صحيح. الحاجه الاخيره والاهم بقى، ازاي تصعد الفريق الاول. مظبوط. ودي يعني. صحيح. هي بتبقى دي بقى السقف. سريعا يا كابتن قبل ما نطلع فاصل، كابتن حشيش، المسابقات السنيه جاي النهارده او امبارح خطاب من اتحاد الكوره بين المسابقات السنيه للناشئين. تمام. للسنه الجايه ان شاء الله. تمام. جاي 2001 2003 2005 2006 2007 2008 مفيش 2002. كويس. وسمعنا بعد كده ان احد المسؤولين في اتحاد كره القدم المصري عايز كمان يلغي 2001. يعني انت بتكمل على جيل كامل بتدمره. طبعا زي ما قضيت برضه على اجيال قبل كده، مثلا 2002 ده اتلغى اساسا، والضم الزوجي الضم على الفردي، يعني الاربعه على الثلاثه، وال2002 على 2001. 2001 دي استحاله تتلغي، لان هو ده المصدر الاساسي دلوقتي. صحيح. للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي هياخد منين؟ صحيح. انت فاهم ازاي؟ فدي مهمه جدا جدا، يبقى عندك قاعده كبيره، ولازم تبقى بطوله جمهوريه عشان تاخد
من الجمهوريه كلها. مظبوط. موضوع اضافه كابتن، موضوع 2001 ده لازم يبقى موجود. انا ضد اللي يقول لك اللعيب عنده 17 سنه او 18 سنه اذا ما لعبش في الفريق الاول ما يلعبش. لا هي. احنا الجيل بتاع النادي الاهلي اللي كانت فرقه الامل بتاع 23 سنه كابتن جوهري كان عاملها، طلعت جيل قاعد يلعب للنادي الاهلي 10 سنين. مظبوط. لانك ساعات في ناشئين ما بياخدوش الفرصه سريعا. مزبوط. مش معنى ان في مواهب تقدر تلعب عندها 18 سنه ان كل الناس تقدر تلعب في السن ده. فدي مسابقه مهمه جدا. عايزين لها حلقات بقى كابتن اسامه. عموما هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك والف مبروك بوصيل لورين حفيده حضرتك. تحيات طبعا ليك كابتن ايمن وتحيات لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحيات طبعا للنجم الكبير كابتن شريف عمنا، كابتن ماهر همام، وكابتن حشيش، وكابتن عرابي. مبروك يا مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. وانا يعني تهنئه جميله جدا جدا بشكرك على كابتن ايمن. الله يخليك. وفعلا انا قبل ما اجي كابتن شريف الحمد لله ربنا رزقني بحفيده الحمد لله. لورين الحمد لله. نفس مبروك. التاريخ اللي انا اتولدت فيه. طب حاجه جميله جدا لورين جدا. لورين لورين الحمد لله. لورين دي هنقولها بعد كده الحلقه الجايه. النهارده انا عيد ميلادي وعيد وصول لورين. الله يبارك فيك كابتن اسامه. فكنت حريص كابتن اشوفها، يعني شفتها الحمد لله عشان اجي احضر النهارده الماتش. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. واحتفاليه كابتن، مش مباراه وديه كابتن اسامه. النادي الاهلي دايما عودنا يعني بالمساهمات في البطولات او الاحتفالات اللي هي الوطنيه او الاجتماعيه او الثقافيه. النهارده عيد الدفاع الجوي، بنقول يعني الدفاع الجوي النهارده والاهلي بيشارك، حاجه جميله جدا جدا في مشاركه النادي الاهلي. واحنا بنقول دايما الاهلي بيضرب المثل في الحاجات دي كابتن شريف، ازاي ان هو بيشارك في هذه الاحتفالات الجميله. فكنت حريص ان انا يعني اكون موجود النهارده في هذا الحدث الكبير. نورت الدنيا كده. الله يخليك يا كابتن شريف. سريعا كابتن ايمن، عشان الوقت، النهارده عندنا مباراه وديه وكان تحكيم من الحكم الدولي احمد الغندور. كان معاه على الخطوط حكم المساعد، كان في يعني طقم التحكيم كله من الشرقيه كابتن شريف، رضا جبر واحمد لطفي، والحكم الرابع كان اسلام صبر. على الرغم ان هي مباراه وديه كابتن اسامه، ولكن في حاله جميله جدا جدا انا هجيبها، وده انا عاوز اقوله كابتن ماهر. مش معنى ان هي مباراه وديه ان احنا ما نهتمش بيها. الغندور حكم كبير جدا جدا ويمكن ادى مباراه النهارده رائعه، ولكن في حاله كان لابد النهارده نشوفها هنتكلم فيها، خاصه في موضوع اجراءات التنفيذ يا كابتن اللي هي بتاعه اللعب كابتن اسامه اللي هي حصلت في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. هروح الحالات ونشوف ونحكي في الحالات واحده واحده كابتن ايمن. نروح للحاله الاولى، نرجع تاني كده. بص، هو هنا في هدف طبعا في مرمى الدفاع الجوي كابتن. هنا مفترض احنا بنتكلم في القانون يا كابتن اسامه كابتن ماهر، ان انا النهارده مش هستأنف، خليك بس معايا، مش حسانف النهارده هذه الركله البدايه الا لما يكون جميع لاعبي النادي الاهلي فين؟ نص ملعبه. في نص ملعبه ده طبقا للقانون. دي اسمها حاجه اجراءات استئناف ركله البدايه. السؤال هو هنا الغندور عمل ايه لما لقى هنا دي واحد؟ لا خليني بس لحظه التنفيذ بعد اذنك، اللعبه مهمه جدا جدا. هرجع تاني هنا هقف كده. زي ما قلت كابتن اسامه كابتن شريف ان المفروض اللاعبي النادي الاهلي يبقى موجودين هنا في نص الملعب. هنا الغندور عمل ايه لما عمل صفر عشان اللاعب يلعب ركله البدايه؟ لاحظ ان اللعيبه ديت موجوده في ملعب المنافس، وبالتالي هنا ما ينفعش هذه الاجراءات. فنمشي ونشوف هو عمل ايه. هنا عاد ركله البدايه تانية كابتن اسامه. لما عاد نمشي بقى ونشوف تاني. ماشي، يلا 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 يلا، خلي الحاله تمشي بقى، خلي الحاجه تمشي. وما زال لما عاد هو نفس الموضوع. السؤال هذه الحالة، واحنا قلنا اجراءات تنفيذ كابتن اسامة كابتن ماهر، هل هنا لو النادي الاهلي جاب جول بروتوكول يا كابتن؟ ما بهزرش يا كابتن بجد. لو النادي الاهلي النهارده جاب جول كابتن اسامة، وهذا التنفيذ يعتبر التنفيذ اجراءات خاطئة لان يحتسب الهدف. لا، هل يحتسب الهدف ولا يحتسب الهدف؟ دي بقى انا اسالك فيها، لان دي كده خطأ في القانون. دي يحتسب. لا، دي خطأ في اجراءات تنفيذ مش في القانون. يحتسب يا كابتن. دي هي نفس اللعبه يا كابتن شريف كابتن حشيش بتاعه رامي ربيعه، اللي هي ايه؟ ركله حره مباشره اتلعبت وهي ماشيه، المفروض يكونوا بيقول ايه؟
تتثبت وتلعب من مكانها. فهنا في خطا في اجراء التنفيذ، وكان هناك خطا في اجراء التنفيذ. السؤال هنا لو جه هدف هل يتم حساب الهدف؟ اه يتم حساب الهدف، لان دي شغله حكم المباراه وليس الفار يا كابتن شريف. قلت لك ليس الفار، يعني الفار النهارده لو موجود ملوش علاقه بهذا الحال، بس حبيت اكد ان دوت هو القانون والبروتوكول واضح جدا في تدخل الكابتن ايمن في الحالات. الحاله اللي بعد كده هنا حاله جميله جدا، ونشوف هنا ستوب. البعض هنا يرى ان هنا في بطاقه حمراء، صح كابتن؟ واحد غطى تمام وهو خارج. هات لي الزاويه المفتوحه من فضلك بعد اذنك، هرجع بس الزاويه المفتوحه خارج المنطقه المؤثره. هنقفل يعني وهتقف لحظه ارتكاب المخالفه فقط. ستوب ماشي، نمشي 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 ستوب. بس هنا السؤال يا كابتن، هنا هو هنا الحكم احتسب ركله جزاء، طب هل هنا في بطاقه حمراء لهذا اللاعب اللي هو حارس المرمى عشان التغطيه اللي حصلت؟ هل فرصه في هل لا خليك الله يخليك خليك معايا، خلي بس اللعبه تبقى ثابته عشان نوضح الفرصه المحققه من عدمها. تاني لحظه بس، هل هنا في فرصه محققه للاعب؟ اه طبعا تمام. حتى لو كان هناك فرصه محققه كابتن اسامه، طالما اللعبه دي داخل الصندوق يا كابتن حشيش والحكم هنا حسب ركله الجزاء، وهنا في تنافس، خلي بالك هنا في تنافس من الحارس ان هو بيحاول يلعب وما لعبش وما نجحش في اللعب، ولكن هنا خد رجل اللاعب. هنا بتنزل العقوبه من الحمراء للصفراء. عشان التنافس ولا عشان عشان التنافس؟ عشان التنافس. لكن مش عشان اللي غطى. لا 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 عشان التنافس. احنا قلنا ايه؟ امتى ندي كارت احمر يا كابتن لو هنا فرصه محققه؟ لو اللاعب شد او دفع او ما كانش في تنافس خالص. ولكن هنا ده اصفر يا كابتن علي لطفي، علي لطفي اللي بعد انا بتكلم في القانون. يعني هنا ما فيش احمر، ده اللي انا عاوز اقوله بس كده، عشان هنا في تنافس من حارس المرمى علي لطفي. عشان الحاله بعد كده يا كابتن يعني عقوبتين، اقصى عقوبتين بالظبط كده، هي بتنزل يعني انت حسبت ركله جزاء تقريبا يعني هدف وطرد يعني وطرد، هتبقى حاجه قاسيه جدا جدا. سريعا بالحاله، معلش الحاله اللي جايه يلا ونشوف هنا الحاله ديت هل في تسلل ولا مفيش. نشوف هنا تمام، هنا تسلل موجود يا كابتن اسامه، وهنشوف هنا احمد مشى اللعب كتير قوي 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 قوي. نمشي 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 يعني اللايف بانك رفع ساعتها، وهنشوف الكاميرا رايحه فين. هنا بقى هنا بقى كده، طب ايه المانع يا كابتن ايمن؟ يا كابتن ايمن دي حاجه مهمه جدا، فين الكوميونيكيشن سيستم يا كابتن؟ ماتش ودي ولكن انا كمساعد برفع بقالي فتره وعمال ازعق وبشاور يا كابتن احمد ان هنا في تسلل، المفروض اكلمك لو في كوميونيكيشن مش هستنى اللاعب يمشي في الفتره. طب هل يا كابتن المساعد يقدر لو لقى اللعبه مشي كده يروح منزل الراي ولا لازم؟ هو رفع يا كابتن، هو رفع هنا، طالما رفعت تسلل اه ممكن بس ممكن. هو صمم بقى على قراره ان هي في تسلل. اوكي يلا خلينا نمر بالحاله اللي بعد كده. هنا حاله من الحالات المهمه، هنا بيقول هنا على طول الغندور قريب صراحه، والنهارده الغندور عمل ماتش كويس قوي قوي قوي، وهنا ادى انذار للتهور، والتهور هنا كابتن هنا موجود، والبطاقه الصفراء صحيح. يلا يلا السؤال، السؤال النهارده كابتن، هنا الغندور دايما بتكلم في الدوري الممتاز عمل مباراه جميله جدا جدا، وهذه مباراه جميله جدا جدا، نتمنى لاحمد افضل موسم السنه دي ماشي فيه، نتمنى للتحكيم المصري يا رب في اللي جاي يبقى يعني يؤدي بشكل. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز دايما كابتن ناصر، والف مبروك مره ثانيه. ربنا يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. وبكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وقوات الدفاع الجوي، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 5-0. ان شاء الله الفتره القادمه تشهد المزيد والمزيد من نجاحات النادي الاهلي، سواء على المستوى المحلي او ان شاء الله على المستوى الافريقي عند بدايه البطوله الافريقيه مره اخرى ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتننا الكبير كابتن ماهر همام، الف شكر كابتن نورتنا. شكرا حبيبي، متشكر جدا. كابتن محمد حشيش، الف شكر كابتن نورتنا. شكرا كابتن ايمن. طيب كابتن شريف عبد المنعم، كل سنه وحضرتك طيب، نورتنا. طيب يا ايمن، وكل سنه وانتم طيبين كلكم. كابتن اسامه عرابي، شرفتنا كابتن، شكرا. الف شكر. الله يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.